الكريستال بوتنشال زي ما شفنا في المحاضرة الماضية is simply U الهارمونيك تيرم. شرعا الهارمونيك تيرم يعطيك يعني شيفت only shift في الأوريجين of the energy the U equilibrium. U هارمونيك تيرم واحد ربع أيوة يا وليد summation over R and R prime U ناقص U of U sub mu ناقص of R ناقص U sub mu of R prime times phi mu nu times U nu of R minus U nu of R prime وهذا summed over R and R prime and also summed over mu and u يعني ال x وال y وال z components okay now let's have an example and the first example here linear monatomic change وين طارق؟ مش راح يجي لون طارق ما طيب linear monatomic chain as a first example linear monatomic chain is a chain of atoms of mass m each but therefore due to the interaction of the atom each atom مع الكريستال بتكون لها المينيمم لوكيشن كويس اللي هو الايكوليبريم بوزيشن تبعها فهذا هو الايكوليبريم بوزيشن تبع هاي وهذا نفس الشيء في الايكوليبريم بوزيشن and so on and around that equilibrium position these atoms oscillate فلاحظ بما انه هذه is oscillating around its equilibrium position وهذه نفس الشيء is oscillating around equilibrium position فبيظهر هذه الاوسيليشن مودز بيظهروا في عندك هذول التو ماسز كأنهم they are joined by springs with spring constants with طلعنا وإذا طلعنا على إذا طلعنا على شكل هذه المعادلة بنلاحظ إنه the spring constant is correlated with the second derivative of the potential of the pair potential it's correlated with this with the second derivative of that potential now for this linear chain since there is only one degree of freedom for motion along the chain that means mu and u and nu are the same which is only that one dimension يعني mu مش 3 dimensional ما بتاخذ x y z مثلا x على سبيل المثال فبتقدر تسميها x فبيسكلي احنا what we are concerned with انه الميو والنيو are the same في ال one dimensional chain وبالتالي u harmonic is simply one quarter times summation of u of r minus u of r prime phi mu mu اللي هي phi double prime phi mu mu في هاي الحالة شو بتكون لأن mu و nu هي نفس الشيء مش هيك واحد one dimension هي بتكون إيش phi double prime يعني إذا فرضنا إنه الميو أو النيو هي ال x بتكون يعني d2 phi by dx square بس فيش عندي terms ثانية أوكي وهذه عبارة عن إيش عن u of r minus u of r prime. Now what I need to focus on هو إنه what's r and r prime. R because I have only one dimension is simply n في a where n it runs from 1 to n to capital n اللي هو آخر الchain. Quiet.
فبيسكلي الارز هدول بامكاني اعوض، يعني بدل ما اكتب السميشن اوفر ار اند ار برايم بامكاني اكتب السميشن اوفر ان اند ام. كويس، بس هلا بدكم تنتبهوا انه ان اند ام هما البوزيشنز اوف ذا ديفرنت ايونز. اوكي، زي ما تقول اذا فرضت انه هذا هو الار وهذا هو الار برايم، هذا بيكون في الاور نوتيشن، هذا بيكون الان وهذا بيكون الام رقمه، يعني الرقم. اوكي، فبيسكلي هاي بامكاني احطها ان سميشن اوفر ام اوف يو سب ان، هيك عشان بس اسهل الكتابه، عشان اسهل اسلوب الكتابه، يو سب ان ماينس يو سب ام. لاحظ انه هاي ار برايم، this is a different location. اوكي، وعندي I دبل برايم، وعندي هنا U sub N minus U sub M. Very simple. هاي بإمكاني أشيلها، كان أحط هون square. Okay. هلا بدك تنتبه وتعمل صم على كل الكريستال. والديريفاتيف ايه؟ هاي الديريفاتيف، سكند ديريفاتيف فاي دبل برايم دي 2 اللي هي فاي ميو نيو، اللي هي دي 2 فاي باي دي ار ميو دي ار نيو، بس الار ميو والار نيو هم اكس نفسه، اليو اللي هم الاكس. بيسكلي الاكس اللي احنا بنعمل الديريفاتيف وذ ريسبكت تو ات فاي دبل برايم هي عباره عن دي 2 فاي باي دي اكس سكوير. كويس، what is x؟ x is the separation between the two ions. شو separation between the two ions؟ هو عبارة عن n a plus u sub n، هذا الإزاحة، الإزاحة اللي في ال nth في ال nth ion. okay، minus هذا ال position لل ion ال nth ion. ال position لل mth ion is m a plus U sub M. okay، فبيسكلي هذه هي ال X، وهاي شو بتساوي؟ بتساوي N minus M مضروبة في A زائد U N minus U M. هذا هو ال equilibrium position وهذه هي الإزاحة، the difference between the two displacements. كويس، هذه طبعا d2 phi by dx square هذه evaluated at x equals a for nearest neighbor interaction only. يعني انا لما بجمع على الام بدي اجمع على nearest neighbor. طبعا انت ممكن انك تجمع على كل الكريستال، ممكن تقول هاي هلا بشوف الانتراكشن مع nearest neighbor وبعدين بشوف الانتراكشن مع next nearest neighbor، بس اذا شفت الانتراكشن مع next nearest neighbor هذولا they are interacting with another spring with a different constant. يعني هذا spring constant يختلف عن هذا spring constant. بعدين لما تجمع مع third nearest neighbor هذا إيش بيعطيك؟ بيعطيك interaction with a different spring constant. فbasically إذا بتجمع the interaction of a given ion، إذا بتجمع the energies مع كل ال ions الثانية اللي في الكريستال، بيعطيك infinite number of constants. Of force constants and the problem is unsolvable. It's very tough. ولهذا السبب الناس شو بيعملوا؟ في البعض بياخذ nearest neighbor only which is the simplest على اساس انه beyond the nearest neighbor the interaction بيكون very small due to two different effects. واحدة فيهم انه المسافة بعيدة، وانتم بتعرفوا the interaction is like 1 over r. والنظر فكل ما ابعدت كل ما الانتراكشن كان اقل، شالو. اوكي، شالو الانتراكشن، بدل ما يكون هيك بصير ايش؟ بصير شكله شالو. شكله شالو يعني ايش؟ يعني الفورس كونستانت از فيري سمول، ات جوز تو سمول. فكل ما ابعدت كل ما صار البوتنشال هذا كل ما صار شالوور، شالوور يعني صار فلاتر
فلاتر يعني السبرينج كونستانت ات جوز تو زيرو. بالمقارنه بما انه الاوميجا از لايك بروبورشنال تو لايك جذر الام جذر الكي الفريكوانسي تيبيكلي فور اوسيليتنج سبرينجز از اوف ذا اوردر اوف روت كي. كل ما كي تنزل كل ما كان الكونتريبيوشن تبعها للفريكوانسي از لوور وبالتالي اي كان اجنور ات. There is a correction for next nearest neighbor contributions. الناس بقول لك هذا هو first nearest neighbor contribution to omega. بعدين إذا أخذت بعين الاعتبار next nearest neighbor. بس تقدرش تأخذ أكثر من هيك. كويس؟ تقدر يعني بحيث إنه يكون عندك K1 و K2. وهذه المسألة تكفي. أوكي؟ نعم. Definitely هي بالأنجستروم الA. بس يعني بغض النظر. شو هي؟ أما إذا أنت بدك تسأليني شو الـ relative magnitudes قصدك؟ لا كنت بدي أسأل شو dimensions لليوم؟ units لليوم؟ It's a displacement. نفس الـ units للـ x أو للـ a. كويس؟ نفس الـ units. يعني بيكون الـ يعني إذا كان عندي هذا الـ origin وكان ion originally كان at 2 angstrom من الـ origin 2 angstrom at a certain point ممكن يكون 2.01 angstrom حيث ال 01 هاي angstrom اللي هي اليوم لانه بعمل oscillation فالposition مختلف بيختلف مع الزمن. اوكي طيب هلا اذا يعني basically خلينا ناخذ nearest neighbor interaction. وفي مساله في الكتاب for next nearest neighbor contribution هاي يعني بامكانكم تعملوها انه تاخذ بس الانتراكشن الثاني والانتراكشن الثاني بتسميه السبرينج كونستانت تبعه K2 ففي عندك بصير K1 و K2 اوكي وبتحل المساله بنفس الاساليب الرياضيه. Alright now for nearest neighbor interaction for nearest neighbor interaction only for nearest neighbor interaction شو بكون M؟ بكون M هذا اللي بعمل عليه جمع هو عبارة عن N plus or minus 1 N plus or minus 1 هذا هو nearest neighbor. كويس؟ وبالتالي بدي أجمع على M. إذا جمعت على M هذا بعطيني factor of 2 كويس. اذا جمعت على ام بعطيني فاكتور اوف 2 وشو بضل اليو هارمونيك شو يساوي is equal to 1/2 summation over n لليو سب ان minus يو سب ان plus 1 سكوير فاي دبل برايم والفاي دبل برايم بنسميها كي سمبلي. ليش؟ لانه كل الايونز are located يعني symmetrically على chain بالتالي the potential اللي sensed by each one of the ions is exactly the same as the other ions وبالتالي d2 phi by dx square لأي واحد فيهم is exactly the same سواء تحدثت عن هذا pair أو عن هذا pair أو عن هذا pair كلهم لهم نفس ال values وبالتالي هي بسميها k constant وهذا constant over all the chain وهذا spring constant بين two ions spring constant فبكون زي spring constant between two masses attached to between across a spring with spring constant k حيث k هي d2 phi by dx square in that sense. هلا لاحظوا انه هاي k is out there. Now, خليني أشوف الـ equation of motion for one of these ions. Equation of motion for one of these ions. الion سميه اللي رقمه P على سبيل المثال. P. الion السابع أو الion الثامن. بس إحنا بنسميه P و take P anything you want. كويس؟ وبالتالي بيكون الـ solution is general solution. مش هيك؟ لما ناخذ P. Number P. كويس؟ now,
The equation of motion states that the force experienced by the ion at location PA, لاحظ انه المسافة في الـ في الـ static lattice approximation المسافة تبعت هذا الايون هي عبارة عن PA من الاوريجن مش هيك؟ إذا كان عندي الاوريجن هنا هي PA من الاوريجن المسافة. Now the equation of motion for this pth ion is simply the mass of that ion and the masses are identical كلهم كويس times U sub P لهذا الايون two dots يعني m في الاكسلريشن of that ion is equal to minus d u harmonic by d of u for that ion اللي هو الجريدينت كويس minus the gradient of u is the force experienced by that ion which is equal to k over 2 هلا من هدول من هذا السم من هذا السم بطلع بطلع ال p بس يعني الحدود اللي فيها p الحدود اللي ما فيها p بتكون بتكون الديريفاتيف is equal to 0 مش هيك الديريفاتيف تبعها with respect to u to u p is equal to 0 اذا مين ال مين الحدود من هذا السم يلي يلي ما يلي فيها contribution non vanishing contribution هي الحدود اللي فيها p فقط فيا اما وين الحدود بتكون p اللي فيها p يا انه بكون عندك ال n هي ال p وبالتالي هذا بكون ال p plus 1 او انه بكون هذا هو ال p هذا الرقم هو ال p وبالتالي هاي بتكون p minus 1 فبتكون كانك يعني ماخذ سنجل ايون وماخذ اللي قبلها واللي بعدها بهذا الشكل اوكي الانتراكشن مع اللي قبلها ومع مع اللي بعدها اذا هذه عباره عن كي عن عن k over 2 minus k over 2 مضروبة بال d by d u p بس لاحظوا انه كل الحدود اللي فيها u p فيها سكوير فلما اعمل differentiation بطلع معي number 2 بطلع معي number 2 وبضل ايش؟ بضل هدول الحدين فقط يلي فيهم ال p الحد الاول اللي هو ال n هي ال p وبالتالي هذه عبارة عن UP minus UP plus 1 زائد في عندي حد ثاني في U sub P الحد الثاني اللي عندي U sub P نهاية تكون U sub P minus 1 وهذه U sub P plus U sub P minus plus minus 1 minus U sub P بس دير بالك انه لما بتعمل الديفرنشيشن وذ ريسبكت تو بي هذه طلعت النمبر 2 بس ايش في عندك ماينس ساين هنا هاي الماينس ساين لازم تكون هون هيك هذه بتكون نيجاتيف كويس يعني هذه الاشاره لازم تكون نيجاتيف اذا كان هيك الترتيب او اني بطلع هاي النيجاتيف برا وبخلي هاي بوزيتيف وهاي بتكون p minus 1 وهاي بتكون p اوكي فور سيمتري يعني بس اخلي ال p sub p اخليها في الاول تاتي في الاول على كل حال هو سواء كانت ال u sub p بالاول وال u sub p plus 1 او minus 1 اللي في الثاني او العكس كل واحد لانه هذا كوادراتيك بتفرق انه عندك x minus y square ولا y minus x square ما بتفرق السكوير بيطير الإشارة مش هيك وبالتالي الجواب بيطلع واحد كل نفس الشيء نفس الجواب بيطلع سواء حطيته هيك يعني بإمكانك simply هاد تقلبها تخليها u sub n plus 1 minus u sub n هذا إذا ما عرفتوش اللي بحكي عنه إذا ما فهمتوش علي بإمكانك تفترض إنه ال n plus 1 هي اللي قبل وال n هي اللي بعد وال n plus 1 تحطها u sub p تفرق؟ ما تفرقش لأنه هذا سكوير، أوكي؟ Alright.
بتطلع معك هذا، او انك بتخليها انه هيك، بس بدك تنتبه انه لما تعمل ديفرنشيشن بدك تطلع اشاره ماينس كمان برا، او تعكس تعكس التوتال. وهذه شو بتطلع معك؟ بتطلع معك عباره عن ماينس كي مضروبه في 2 يو سب بي ماينس يو سب بي بلس 1 ماينس يو سب بي ماينس 1. صحيح؟ That's the equation of motion. Solution for the equation of motion. Since we are looking for propagating wave solution, oscillation mode, propagating wave solution, look for solution of the form, seek solution of the form u sub p as a function of t is equal. يعني في عنا بيكون normalization constant. بس بما إنه عندي one type of atom, normalization constant. مش مهم. It cancels out يعني في المعادلة كلها. إذا بنحط هذه e to the i k p a minus omega t. Look for such a solution واللي هو normal mode solution, propagating wave solution. And then accordingly m u2 dot اللي هي d2u by dt square. d2u by dt square شو بتطلع لي؟ بتطلع لي minus omega squared. إذا هذا هو عبارة عن minus omega squared times u sub p، وبضلها الفاكتور بضله زي ما هو. minus omega squared u sub p هذا من هون. هلا هون الطرف هذا هو عبارة عن minus k times 2 u sub p minus u sub p plus 1. إذا حطينا u sub p plus 1 شو بطلع معك؟ بطلع معك e to the i k a، يعني حط بدل p حط p plus 1 e to the i k a، هاي طلعها برا وبضل معك ايش؟ ال u sub p نفسها ال e to the i k p a minus omega t. إذن هاي u sub p طول m وضعها ايه؟ ال m which m؟ شو انا m u دول برايم هاي اه صرت كشت حالي كاتبها واو ممكن انا احطها هون اوفر ام اوكي اذا هذه يو سب بي بعدين ايش عندي هون ماينس هلا هذا لما نحط هنا بي ماينس 1 هاي يو سب بي ماينس 1 بيطلع معك ايش اي تو ذا ماينس اي كي اي مضروبه في ايش في الفيس فاكتور هذا مضروبه في يو سب بي if I cancel out the u sub p altogether from the equation شو بطلع معي؟ بطلع معي omega squared is equal to k over m مضروبة في 2 minus 2 cosine k a simply e to the i k a plus e to the minus i k a is equal to 2 cosine k a. And this is simply, this gives you the dispersion relation omega of k for the linear chain. The linear monatomic chain is equal to the square root of 2 k over m madrube phi 1 minus cosine k. بدك تدير بالك على الكيز. K هذه هي spring constant و small k هي wave number أو wave factor. Okay. إيه؟ k على m omega. ال k على m دكتور omega بمزلها. For a single ion. For a single mass attached with a single spring. Omega one. Yeah. Attached with a simple with a single spring. هذه بإمكانك تكتبها على شكل الجذر التربيعي ل 4 k over m. لاحظ إنه هذه
بإمكانك تكتبها على شكل 2 مضروبة في sin squared k a over 2. مش هيك؟ صحيح. هلا بس بدك تنتبه لما تحط الجواب بدلالة الساين، بدك تنتبه الأسلوب اللي تحطه فيه. لاحظ إنه هون أوميجا of k أولا is equal to omega of minus k. أي واحدة من the properties. أولا omega of k is equal to omega of minus k. إذا كانت omega of k is equal to minus is equal to omega of minus k, إذا بصيرش إني أحط الجذر التربيعي. هاي الأربعة هاي هي من هون وهون على فكرة، كويس؟ وهاي ال k over m بظل عندي الجذر التربيعي للساين. الجذر التربيعي للساين سكوير هو ساين، كويس؟ الجذر التربيعي للساين سكوير هو ساين، بس إذا حطيتها ساين شو بطلع معي؟ بطلع معي الأوميجا of k تساوي minus أوميجا of minus k which is wrong. فيش عندي minus frequency. أوكي؟ إذا بدي أنتبه اني احط اذا بدي اكتبها بدالة الساين، بدالة الكوساين ما فيها مشكلة، لأنه كوساين الماينس اكس هو نفس كوساين الاكس، وبالتالي بتطلع معك الأوميجا ما في مشكلة يعني لما تكتبها بدالة الكوساين، بس المشكلة لما بدك تكتبها بدالة الساين بتطلع معك مشكلة، لأنه ساين كي اي بتساوي ماينس ساين ماينس كي اي، وبطلع معك نون فيزيكال هذا الجواب. إذا هنا شو بنحطها؟ بنحطها ساين كي اي اوفر 2 ابسولوت فاليو. عشان نضمن انه ساين ال انه عشان نضمن اوميجا اوف ماينس كي هي نفس اوميجا اوف كي، عشان نضمن the properties of the harmonic mode oscillations. اوكي ناو هذه there are basically n modes. There are n distinct values of k, وهذا capital N. وهذه ال n distinct values تعطيني n modes, harmonic modes, omegas. Each one is associated مع واحد من ال k's. في عندي n modes, n k points. Each one is associated with an omega. لكن بما انه هاي البروبرتي از كوركت، اوميجا اوف كي از ايكوال تو اوميجا اوف ماينس كي، فبتصير الدنسيتي ان اوميجا سبيس از توايس از بيج از ذا دنسيتي ان كي سبيس. يعني كل 2 كي بوينتس بتعطيني 1 اوميجا، فكل 1 اوميجا ات كورسبوندز تو 2 كي بوينتس از يو نو. لاحظوا إذا بتأخذ الـ K plus أو الـ K minus. Now هاي قضية إنه عندي N modes، عندي N total of N modes. هذه جاية من الـ boundary condition. الـ boundary conditions اللي بنطبقها بنطبق Born von Karman boundary conditions. Periodic boundary conditions. Periodic boundary conditions in simply u of n أو خلينا نسميها p زي ما أنا بسميها p plus n is equal to u sub p. هذا هو periodic boundary condition. إنه when you finish the crystal you go back to the beginning of the crystal. فكأنك يعني ماخذ اللينير تشين، هذا اللينير تشين كأنك ماخذه with two ways. هذا نمبر 1، هاي نمبر 1 الى نمبر n. After you finish number n you start with number 1 again. هذا بس in the reduced zone scheme ترجعها. اذا هذه ال n هي هذه هي عباره عن، إذا كانت هاي 1 في السيل، إذا هاي الـ N هي اللي إجت قبل الـ 1، اللي بيجي قبل الـ 1 هو إيش؟ هو الصفر، كويس؟ إذا معناها بدك تنتبه with this association, with this boundary condition،
انه اليو سب ان سب ان هي في المعادلات يعني لما نعوض يو سب ان هي عباره عن اليو سب نوت كويس واليو سب ان بلس 1 لاحظ انه الان هي الزيرو والان بلس 1 هي ال1 يو 1 فاذا لاحظ هاي بامكانك تشوفها كانها 1 في النكست سيل لانك بدك تعمل بيريودك باندر كونديشن كانك هاي الكريستال نفسها يو وانت تو ريبروديوس ان سبيس فبامكانك تشوف هاي انها الان بلس 1 وبالتالي الان بلس 1 هي عباره عن ايش عن ال1 يو ان بلس 1 هي عباره عن يو 1 بس مش يو ان بلس 1 هي عباره عن يو 1 فقط U of any P plus N هي عبارة عن الـ UP مش الـ U1 بس مش الواحد يعني بس إذا بتضيف له N برجع U1 كويس هاي تعني إنه U1 plus N تساوي U1 تعني بس المور جنرال كيس هذه هي إنه U for any ion plus the total number of the ions in the crystal is equal to U of that ion. هذه الـ periodic boundary conditions. Accordingly, إذا كان هذا الحكي صحيح, حط أنت بدل في solution, حط بدل P, حط P plus N. إذا حطيت P plus N, معناها بطلع معك E to the I K into N into A is equal to 1. لأنه U sub P plus N هي هاي U sub P plus N هي عبارة عن هاي مضروبة في U sub P وبالتالي بما أنه U sub P plus N يساوي U sub P from the boundary conditions okay. إذن بيطلع معنا أنه هذا الفاكتور يساوي 1 then that means E to the I K N A is equal to 1 وبالتالي فإن K is equal to 2 pi over N A مضروبة في some integer any integer حيث M is an integer here اوكي هذا هي solutions صحيح يعني simply allowed k values for my solution هي عبارة عن 2 pi over a مضروبة في an integer m over n okay. This is a consequence of Born-Van-Karman periodic boundary conditions. Now, M is an integer that can run مش من صفر من واحد لأنه إذا أخذت صفر بطلع معك no oscillation mode كويس بطلع معك no oscillation mode طلع على شكل الأوميجا إذا حطيت الـk تساوي صفر في الأوميجا شو بطلع معك الأوميجا تساوي زيرو for k equals zero أوميجا is equal to zero وهذا المود شو اللي بنسميه هذا المود مش الأوسيليتنج مود هذا هو المود الترانسليشنال مود اللي كريستال is translating in space altogether اللي فيها كل أيون بتحرك exactly بنفس الأسلوب وهذا هو الترانسليشنال موشن وليس الأوسيليشنال موشن أوكي تمام إذا basically خلينا نقول k runs from from values where m is equal to 1 لوين؟ لN خلينا نفترض and beyond n كويس؟ if it runs from 1 to n معناها هي عم تتغير بمقدار 2 pi over a n each step فإذا كانت هاي الـ k value إلها مقدار معين اللي هي 2 pi over a n هذه بتكون إيش؟
هاي بتكون 4 باي اوفر ان اي. هاي شو بتكون النقطة؟ هاي بتكون 6 باي اوفر ان اي and so on. Okay. هاي إذا كانت هاي 2 باي اوفر ان اي هاي بتكون 4 باي اوفر ان اي هاي بتكون 6 باي اوفر ان اي. يعني simply ال volume of a k point of one k point in k space, the volume is simply 2 pi over n a. هذا the volume of one k point. Volume. وبالتالي the density in k space is 1 over that much. واحد على هذا المقدار. هذا بعطيني the density in k space. Right? هلا let's investigate the effect إنه إذا كان عندك ال m it runs beyond n. Beyond n يعني أخذنا values زي n plus 1, n plus 2, n plus 3 طلع الباوندري conditions. إذا أخذت n plus 1, n plus 2, n plus 3 بتحصل على إيش؟ على نفس solutions السابقة وبالتالي أنت قاعد بتكرر بنفسك. إذا أنت you are not introducing any new modes in that sense. In running with values of m beyond n you are not introducing any new modes. إذا كل المودز of oscillation هم they are enclosed in this range between m equals 1 and m equals n. Then I have n modes, simply. I have n modes. هذول ال n modes, they are in the range of, in the range of 2 pi over a. Total range of the k space is 2 pi over a. لأنه يتراوح من البداية إلى وين؟ إلى m تساوي n. m تساوي m, n تساوي يعني واحد. إذا آخر إشي في الكي سبيس هو عبارة عن إيش؟ 2 pi over a. إذا هذا هو الرينج of هذا هو الرينج of the k space. Since هذا هو الرينج of the k space هاي عبارة عن 2 pi over a بإمكاني بدل ما أسمي هذا الأوريجين وهذا هو 2 pi over a بإمكاني أسمي إنه الأوريجين هون بالنص وهذه عبارة عن pi over a وهذه عبارة عن minus pi over a. يعني بإمكاني أسمي إنه الكي سبيس it runs from minus pi over a to plus pi over a. يعني لاحظوا الكي بوينتس بإمكاني أخذ السل سواء من هون لهون لاحظ من البداية للنهاية أو بإمكانك تأخذ إيش من نص المسافة هاي إلى نص المسافة وهذه it's okay. ليش؟ لأنه الأوميجا is symmetrical about this point. Omega of minus k is equal to omega of plus k. Okay? Because of this symmetry, I can make this choice. وهلا now إذا حكينا إنه عندنا n modes. هذول n modes they are in this type of dispersion relation. From minus pi over a to plus pi over a. And this goes like that. هذه flat هنا flat في الجهة الثانية it's completely symmetrical. Now, طلعوا على شكل الأوميجا نمسح هاي أوميجا is equal to أوميجا نوت مضروبة في sin k a over 2 square
where omega naught, omega naught is equal to square root of 4k over m times the sine ka over 2. Okay? Like sine. At zero k, it's obvious in at zero k, in omega is equal to zero. How about investigating the behavior of this mode as k approaches zero? Mission at zero, it's obvious. طبعا at pi over a, at pi over a, بتكون هاي هي الأوميجا نوت. The maximum value of the omega هي اللي بنسميها الأوميجا نوت. بس ليش تكبر؟ لو يساوي يقول مثلا k over the square. لا مش square. Square للكل. Okay, anyhow, this is omega naught. الأوميجا نوت اللي بتعرفوا هي عبارة عن جذر التربيع 4k over n. If I want to investigate the behavior of this mode, of this dispersion relation, as ka approaches zero, for small Ka, يعني much smaller than one. For small Ka, much smaller than one. هذه بإمكاننا نعملها expansion وسيمبلي هذه بتكون عبارة عن إيش؟ بتكون عبارة عن K magnitude في A over 2. K لازم نحط لها magnitude بس الA مش ضروري، okay؟ which is equal to A simply omega A omega naught A over 2 مضروب في K magnitude. هذا ال behavior is a linear behavior، يعني وتطلعوا إذا تطلعوا على round K equals around K around zero، the dispersion curve is linear around k equals 0. It is linear. Okay. هلا هذا linearity it extends to a given region of k. وبعدين dispersion relation starts deviating from this linear behavior. هلا هذا linear behavior هو الacoustic behavior. Sound waves behave like this. Sound waves dispersion relations are like this. Omega is equal to C times K. K is positive. Top of the magnitude. إذا ما كانتش positive. هذا ال behavior of the sound waves أو acoustic waves. ولهذا السبب هذا ال branch بنسميه ال acoustic branch because it behaves near zero for low k. It behaves like sound waves. بس لكن it deviates from the sound waves at higher values of k. There are two characteristic things correlated with this dispersion relation. أول واحدة اللي هي phase velocity. هذه هي phase velocity.
لاحظوا انه الفيز فيلوسيتي او الجروب فيلوسيتي ار اكزاكتلي ذا سيم ان ذيس ليميت ان ذا سمول كي ليميت لانه الفيز فيلوسيتي سي از ايكوال تو اوميجا اوفر كي سمبلي هذه الفيز فيلوسيتي بينما الجروب فيلوسيتي في سب جي از ايكوال تو دي اوميجا باي دي كي وفي الحالتين in the low k value in the low k limit في الحالتين we get exactly the same results واللي هي عبارة عن omega naught a over 2 simply ف in the low k limit the phase velocity and group velocity are equal and then واللي هو هذا الacoustic behavior And then the curve starts deviating from the acoustic behavior. And at the boundary, at the zone boundary, at the zone boundary, شو بتصير الـ velocity, الـ group velocity? الـ group velocity بتكون تساوي صفر. بينما الـ phase velocity is not. مش هيك؟ الـ group velocity is zero. لاحظ انه الـ group velocity هنا at the zone boundary as k a is much smaller than 1 c and v g are identical بينما at the zone boundary v sub g is equal to 0 and thus v sub g the group velocity start out from C from this value via omega naught A over 2 it starts out at this value and then it goes down to 0 at the zone boundary at pi over A هذا بذكركم في البانز في الالكترونيك بانز Now, d omega over k dk d omega over dk is equal to what? Equal to square root of 2k over m. طلعوا على الأوميجا عندكم. Square root of 2k over m multiplied by 1 half multiplied by 1 over square root of 1 minus cosine ka مضروبة في a sine ka. Does it look right? Yes, I think. Which is equal to omega naught. أنا بحطها بدلالة الأوميجا نوت عشان أسهل علي تسهل علي الكتاب يعني. Omega naught over root 2. أي. أي omega naught over root 2. Times a over 2. Times sine ka, which is 1 minus cosine ka, equals squared. 1 minus cosine squared ka under root over 1 minus cosine ka under root. Is equal to omega naught over root 2 a over 2 times 1 plus cosine ka under root. Now, برجع على ال cosine ka بشوفها من dispersion relation شو بتساوي وبعوض عنها. يا
يعني well, هي يعني واحدة من الأشياء how do I wanna write the group velocity. I can write it as a function of k. يعني I can write it as v of k and also I can write it as v of omega. مش هيك؟ كان أكتبه بدلالة أوميجا. Okay, this is v of k. This is the group velocity as a function of k. I can stop here. مش ضروري يعني أكمل. تلاحظوا إنه هاي it shows you إنه at k is equal to zero هذا بيكون واحد وهذا بيكون واحد تحت الجذر جذر اثنين بتروح الجذر اثنين شو بضل عندك بضل عليها أوميجا نوت a over two at k equals zero now at k a is equal to pi and this is zone boundary at k a equals to pi هاي بتصير صفر which is the zero هذا هو البيهيفير this is the velocity the group velocity as a function of k now regarding the density of modes هذول هم النورمال مودز دول هم النورمال مودز الاوميجاز regarding the density of modes I can slice a given space and calculate the number of modes in that space. إذا بدي أحسب the total number of modes بطلع معي n إني أعمل integration over all the space. كويس؟ لاحظ إنه بإمكاني آخذ dk اوكي idk واشوف the number of modes in that region the number of modes in that dk بامكانك تسميها هي density of k space the density in k space مضروبه في التكامل over this region او بامكانك تشوفها او تطلع عليها بشكل ثاني يعني تقول g of k dk وتعمل integral over k space أو إنك بإمكانك تشوفها إنها عبارة عن إيش مش هذولا هني نفس number of modes اللي بإمكانك تحصل عليها من الأوميجا space يعني سواء تعد لفوق ولا تعد horizontally this is the same number of modes بس بفارق واحد إنه لما تعدهم في الأوميجا سبيس بدك تضرب في 2 ليش؟ لأنه نفس الأوميجا it corresponds to two states واحدة من هون واحدة هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة هاي and so on فلما تعد points in K space points لما بدك تعدهم بالأوميجا سبيس بدك تضرب في 2 وإيش هذا هو الفرق الوحيد ولا أما بإمكانك تعمل نفس العملية يعني بإمكانك simply number of modes in this region إنك تعتبره إنه dn هو عبارة عن g of omega مضروبة في d omega g of omega مضروبة في d omega هذا بعطيك number of modes dn in this range of d omega in this d omega range بس هاي بإمكانك تعيد كتابتها بدلالة density of k space in, of k points density in k space بإمكانك تحطها على شكل g of omega مضروبة في d omega by dk في dk بالتالي بتكون كأنك حصلت على إيش كأنك حصلت على something like density in k space مضروبة في d of k وهذه عبارة عن شو الدنسيتي الدنسيتي ان كي سبيس اول شيء بدنا نضرب في 2 لانه الاوميجا سبيس از توايس دنسر توايس دنسر ذان ذا كي سبيس كويس فاذا نضرب في 2 هذه 2 او بشكل ثاني بامكانك تفكر فيها انه بدل ما اعمل الكي بدل ما اعمل الانتجريشن اوف كي من ماينس باي اوفر اي تو بلس باي اوفر اي انا بضرب في 2 وبعمل الانتجريشن
from 0 to pi over a. لاني لما اعمل integration from 0 to pi over a بيعطيني number of modes, وهذا number of modes بامكاني احصل, بامكاني اوجده اما من جي اوف اوميجا دي اوميجا, اني اعمل تكامل على الاوميجا سبيس او على الكي سبيس. بس اذا بدي اخذ هذا المود فقط لازم اضرب في 2 علشان علشان لانه التكامل from minus pi over a to plus pi over a هو twice في التكامل from 0 to pi over a. كويس, اذا هذا عباره عن 2 مضروبه في الدنسيتي ان كي سبيس واللي هي 1 over 2 pi over n a if you wish, مضروبه في ايش؟ في الدي كي. dk density in k space مضروبه في dk بيعطيني number of modes. بس بدك تنتبه انه تضرب في 2 لانه كل 2 k it corresponds to 1 g 1 اوميجا. Now if that's the case, if that's the case, then I can calculate the density of modes. From this, I can calculate the density of modes g of omega, density of states, or density of modes. بس لاحظ إنه هذه it is presented as g of omega. يعني بسوى إنك ما تحطها بهذا الشكل. بسوى إنك ما تحطها بهذا الشكل لأنه هذا الشكل is a function of k. كويس, بدك تحوله معناها الى function of omega. alright, انت بامكانك تحطها, بس اذا حطيتها g of k بتكون هي density in k space of k. لما بدك توجد density, هاي زي density of energy, density of states, density of energy states, it's like that بس with an h, with an h bar, within an h bar constant. اذا density of states, لاحظ إنه إحنا d omega by dk إحنا أوجدناها, هي اللي هي عبارة عن ال velocity, the group velocity. بس ضايل علي إني يعني هي محسوبة جاهزة, بس ضايل علي إني أحطها بدلالة أوميجا بدل ما أخليها بدلالة k. بالنسبة لل velocity ما في عندي مشكلة إني أكتبها بدلالة k. velocity depends on k, هذه هي ال group velocity. alright, بس هلا بإمكاني أحط d omega by dk اللي هي الجروب فيلوسيتي is equal to omega naught, مش بحاجة أحسبها مرة ثانية لأني حاسبها سابقا, over root 2 مضروبة في a over 2 مضروبة في 1 زائد cosine k a under root, وتساوي omega naught over root 2 a over 2 مضروبة في, هلا بدي استخدم ال dispersion relation, 1 ال cosine kA, طلع ال dispersion relation عندكم, زائد 1 ناقص m omega square over 2k Root. صحيح؟ أنا عم بطلع على dispersion relation. Okay. طلع على dispersion relation. Omega is equal to the square root of 2k over m مضروبة في 1 ناقص cosine kA. هاي بدي أطلع منها cosine kA. عشان بدل ما أحط الفونكشن بدلالة k إني أحطها بدلالة omega. فبعمل squaring للتو سايدز, بعمل squaring للتو سايدز, ومنها بطلع الكوسان كي اي بدلالة الأوميجا. alright, اعمل square, الأوميجا square شو بتساوي؟ 2k over m مضروبة في 1 ناقص كوسان كي. alright, it's as simple as that. هلا هاي 2, هاي عبارة عن 2, كويس, وهاي بإمكاني أضربها في 2 تحت وفوق, صحيح؟ بإمكاني أضربها في 2 تحت وبضربها أيضا في 2 فوق عشان ما تتغيرش الفاليو تبعتها, والاثنين هاي بإمكاني أطلعها برا تصير 1 minus this, وهاي 2 بتروح بدالها.
اوكي ناو ليش عملت هيك؟ علشان هاي تكون اوميجا سكوير اوفر اوميجا نوت سكوير. هاي بتكون عبارة عن ايش؟ اوميجا سكوير اوفر اوميجا نوت سكوير 1 ماينس سكوير روت A اوميجا نوت اوفر روت 2. هاي 2 بتضل الروت 2 اللي بروح، لانه هاي 2 لما تطلع برا 2 اللي هون هي بتطلع على شكل روت 2 مش 2. اوكي هاي 2 بتضل الروت 2 اللي بتروح. alright لانه هاي 2 راحت عن بالي انه هاي سكوير روت اندر سكوير روت. طيب اذا هلا صارت المسألة شكلها اسهل، اللي هي عبارة عن a over 2 مضروبة في اوميجا نوت سكوير ناقص اوميجا سكوير اندر سكوير روت اندر سكوير روت. هلا هاي دي اوميجا باي دي كي، صار سهل انه اوجد الجي اوف اوميجا. اذا جي اوف اوميجا is simply equals لاحظ قارن يعني الشكل g of omega is equal to n a over pi n a over pi مقسومة على d omega by dk ود omega by dk حسبتها وتساوي n a over pi مقسومة على A مقسومة على 2 وهنا عندي أوميجا نوت سكوير ماينس أوميجا سكوير كل أندر هذه أندر سكوير روت وهذه عبارة عن تلخيص نهائي أنه that means G of Omega is equal to 2 n over pi over omega naught square minus omega square under root. This is the density of modes in a linear monatomic chain, and this density of modes is simply it goes like that. It starts with a constant value of 2n over pi omega pi omega naught and omega is equal to 0, right? 2n over pi omega naught. And then, as you approach omega naught at the zone boundary, omega is equal to omega naught. Okay? Omega is equal to omega naught. As you approach omega naught, it approaches infinity. It diverges. Obviously, the density of states looks like that. And that goes to infinity. Okay. We don't have time to go into the diatomic molecule, diatomic crystal. We don't have time. I was hoping in the monatomic with the diatomic crystals. في اليوم الا اذا انتم حابين نكمل بنكمل honestly بس بدي يعني بدي اخذ منكم honest answer اذا حابين تكملوا بنكمل ننهي اليوم دكتور خلاص ننهي وخلاص ايه ننهي اليوم سمعت اليوم شو رايك لا احنا رح نيجي يوم الاحد I need it. بس أنا بقصد يعني
اذا بدكم تكملوا نكمل ال الدياتوميك الدياتوميك كيس او انه خلينا الدكتور كمل وقت عشان الجو يعني كم ممكن ناخذ كمان ساعة ولا اقل يعني هي بجوز تكون of the order of that much نص ساعة إلى ساعة نص ساعة إذا بدي أمشي بسيف بشكل سريع تقدم الساعة أوكي بس عشان الجو تعيس أقولكم خلاص بلاش يعني أنا أتفهم ظروفكم بس أنا كنت متوقع ما كنتش متوقع ما بدي تأخذ هاي تأخذ معي هذا الوقت يعني كنت متوقع إني أخلص الكلاسيكال ممكن تفصلها تفصيل عشان انا كنت متوقع اني اخلص الكلاسيكال كريستلز يعني توداي يعني نزلناها نبدا نحن ندرسها بنزلكم اياها طبعا تقراوها يعني ماشي الان وشو اسمه المحاضره القادمه ذاتس ا جود ايديا ذاتس ا جود ايديا المحاضره القادمه بس بعمل هيك زي اوفر فيو وذن حوالي 5 دقائق 10 دقائق وبعدين بشرح اللي بدي اياه يعني بخلص الماده اللي بدي اياها كويس اوكي جود طيب يعني هاي الماتيريال بتقدروا تقراوها انتوا بانفسكم اذا كانت مكتوبة